في CT examination, and يعني and we get to know يعني some of the distributions in which infarcts will happen. علشان أصوت شوية تعبان, ما أدري الفلو ولا كوفيد, فاستحملوا معايا. بس إن شاء الله المحاضرة يعني حتكون سهلة بسيطة, وأنتوا تعرفوني أسئلتي أنا جدا سهلة, ما في شيء فيها معقد. طيب, basics of CNS imaging, imaging cerebral infarctions, ILOs to demonstrate the knowledge of different types of cerebral edema, و demonstrate the knowledge and basic principles of imaging in stroke, و strategy of imaging in cerebral infarction. طيب, we have two images, كلها CT examinations, axial views. What is the difference? بنطالع always we're looking for symmetry, لأنه نحن عندنا في الجسم كل شيء فيلو حاجة فيلو شيئين, في اليسار وفي اليمين, كلنا we are symmetric, ما عدا في بعض الأورجز اللي بتختلف زي الليفر والسبلين والستمك مثلا single, بس most of the other things yeah there is another side to compare to. فنحن الآن واقفين عند رجول المريض, تمام, واقفين عند رجوله, بنطالع على الدماغ من فوق. فنحن واقفين عند رجول المريض ده, بنطالع في دماغه وبنقارن الجهة اليمين اليسار مع اليمين, فين في abnormality انتوا هنا شايفين؟ الصورة اللي على اليمين في abnormality هنا في اليمين, قصدك على يمينك انت. نحن نسأل على عارف البيشنت, البيشنت فين حيكون, هذا يساره ولا يمينه؟ اذا نحن واقفين عند راسه يسار, معلش اذا احنا واقفين عند رجوله يساره, صح مزبوط, في يسار المريض في abnormality, يسار المريض في large abnormality هنا, large area of hypotenuation, تمام. احنا عندنا في البرين زي ما قلنا من قبل في شيء اسمه white matter تكون جوا اللي هي دي السودة شوية, تمام, وفي عندنا gray matter اللي هي تكون على برا, وهي من شكلها برضو في CT gray هتكون اللي هي الحاجات اللي على برا. هنا في عندنا large area of hypotenuation wedge shaped يعني زي المثلث تقريبا, و it involves the left MCA distribution اللي هو middle cerebral artery في left side. الانتيريور حيكون جاي من هنا, البستير حيكون هنا جاي ورا, لكن larger supply اللي هو middle cerebral artery. ف this is يعني this type of hypoattenuation, this we call it اللي هي التوكسيك إديما. التوكسيك إديما تاني تكون مع الانفاركتس. لكن في حالة كانت الإديما only the white matter, تمام, زي في الأريا هذه, and it is sparing الجراي ماتر, صح, الجراي ماتر هنا شوية كده باينة هايبر دنس, بس عشان هذا السبب إنه because الماس إفكت, فلما تجمع وايت ماتر في بعضها تصير شوية يعني أوضح أكثر. فهذه الجراي ماتر نوكلياي, هذه اللي هي الكاردايت هيد, هذا الانتيفورم نوكليوس, وهذه هذا الثالمس. لكن في الوايت ماتر كلها عندنا في ديمة جاية كده هنا ماشية زي الشعلة, شكلها زي الشعلة, لأن it is only involving white matter, بس the gray matter is spared. فهذه هنا إيش تعتبر شيء اسمه vasogenic edema. vasogenic edema مع إيش تحصل؟ vasogenic edema دائما مع الماسز. In this patient لما نطالع فيه, okay, we suspect this patient is having an infarct. But in this patient, we suspect oh, this patient probably has a mass. حتى الهيستوري يعني عادة حيقول لك, مثلا هذا البيشنت حيقول لك sudden onset, right-sided weakness, upper lower limb, left-sided facial droop. تمام؟ عم هذا مثلا يقول لك الهيستوري, the patient is presenting with 6 months history of seizures, currently مثلا in status epileptic, or is presenting with diffuse weight loss, low-grade fever, continuous overnight sweats, etc. توكسيك إديما, فازوجينيك إديما. في سايت توكسيك إديما, there is loss of the gray-white matter differentiation. تمام, زي ما ذكرنا, the gray matter in it all gets affected. Both gray and white matter are affected. Cells are dying. والcontents اللي في السيل كلها بتطلع برا.
فازوجينيك إديما, البلاد برين بارير is disrupted, والإديما itself is extracellular, شمالي affects the white matter. الليكج برضو بيصير at the level of the capillaries, بس it involves primarily the white matter. آه لا يهمكم الكلام, أنا أهم شيء عندي بالنسبة لي تعرف الفسيولوجي ده ما يهمني, أهم شيء تعرف إنه كيف شكلها السيتوكسيك إديما في السي تي وكيف شكل الفازوجينيك إديما في السي تي. لا ننسى أهم حاجة نعرفها من ده الكلام إنه السيتوكسيك إديما it will involve white and gray matter, فازوجينيك إديما will only involve اللي هو ال white matter. كيف شكلها في الإمراي؟ هذه أكسيال إمراي T2 image, شايفين الجراي ماتر هذه على الجوانب, هذه كلها جراي ماتر. أما هذه T2 هايبر انتنس سيجنال اللي موجودة في الرايت تمبرال لوب, اتس اول فازوجينيك إديما. غالبا البيشنت هذا عنده سم سورت اوف جلايوما, probably low grade glioma involving a right temporal lobe. فازوجينيك إديما زي ما قلنا most frequently seen مع brain tumors, دائما تقريبا almost always مع brain tumors. إذا في cerebral abscesses yes they will have يعني some فازوجينيك إديما surrounding them. metastasis برضو it goes under tumors. cerebral contusions, cerebral contusions أو cerebral hemorrhages, يعني لما تحصل cerebral hemorrhages لأنه واحد الضغط حقه يكون مرة عالي فجأة ضرب واحد من الفيسلز تبعه and he develops a hemorrhage around it, and there will be a small amount of vasogenic edema. Contusions تحصل مع واحد يضرب دماغه مثلا في حادث سيارة أو قزازة, and then he develops a small hemorrhage or a large hemorrhage. Essentially it is the same, يعني it's just a cerebral hemorrhage, بس اللوكيشن حقها يختلف شوية في موقعها في البرين, but again it is just essentially hemorrhage مع surrounding vasogenic edema. Other types of edema hydrocephalic interstitial edema. Interstitial edema اللي تحصل along the frontal horns والoccipital horns of the lateral ventricles. هذا frontal horn هنا, lateral ventricle هنا, occipital horn ventricle هنا, temporal horn. شايفين هذه كلها areas of hypoattenuation لأنه CSF is obstructed. تمام, CSF المفروض يتحرك من الثيرد فنتريكل يخش على فورامين مونرو, بعدين يخش على الثيرد فنتريكل, بعدين يخش على السريبرال اكويدكت, بعدين يخش على الفورت فنتريكل, بعدين بيتحرك ثرو فورامين الاشكال. بس هنا في obstruction, سواء كان obstruction هذا the level of اللي هو الثيرد فنتريكل, سريبرال اكويدكت, فورت فنتريكل, ولا because of intraventricular hemorrhage. بس CSF gets obstructed, ولما it gets obstructed لازم يتحرك في مكان, فيقوم يبدأ يخرج إيش في البرين parenchyma itself, it seeps through, يبدأ يسرب في البرين, فعشان كده يقوم تحصل عندنا الـ areas هذه of hypoattenuation. طيب CBA, CVA و cerebrovascular accident, loss of brain function due to disturbance in the blood supply to the brain. TIA, neurological symptoms of vascular etiology that resolve within 24 hours. Most common حاجة في TIA. يجيك المريض العيادة, والله يا دكتور فجأة كده عيوني ما كنت بشوف فيها, استرخيت نمت ربع ساعة صحيت رجع كل شيء طبيعي. TIA اش دقيقة بس طيب identify the lesion, is it stroke,
TIA, كرينوسيري بوديما, تراما, منينجيتس, انسفلايتس, انتراكرينيال ماس, يعني هذه كلها different pathologies بتحصل في الـ brain. Determining a type of stroke. عندنا two types of strokes primarily. شيء اسمه ischemic stroke, شيء اسمه hemorrhagic stroke. Ischemic stroke لما نحصل complete cut-off للـ blood supply, سواء في الـ middle cerebral artery, anterior cerebral artery, posterior cerebral artery, أو internal carotid artery. تمام؟ والcut-off هذا يحصل due to thrombosis, arterial embolism, أو عن طريق ممكن severe stenosis, it's into critical stenosis. Well, the other type is hemorrhage. بيحصل bleeding into a vessel. تمام؟ And due to that بيحصل إيش؟ تحصل an infarct in the same location. هذا الشيء عادة usually it happens intraparenchymal. لما بيكون عند الهيمريج within يعني one of the vascular distributions so along the MCA أو ICA. نفس الانفاركتس, الاسكيميك انفاركتس, they can turn into hemorrhagic infarcts. تمام؟ لأنه ال blood vessels تكون weakened في ذيك المنطقة and they just, you know, they blow up. ينفجر ال vessel and the patient hemorrhages throughout the region of infarct. فعشان كده لما نعمل CT examination لل patients هذول, they're not looking يعني to see يعني أو فين الستروك, لا هم يعرفوا إن ال patient the patient has a stroke. But some they want to see if the patient has hemorrhage or not. ليش؟ عشان يعطوله مذيبات الجلطة اللي هي الحاجات اللي زي الالتي بلايز والحاجات هذه اللي هي thrombolysis. لما يصير تعطي واحد thrombolysis and he is hemorrhaging, راح تزود الهيمرج وتموته. This is why they do the CT exam. ما يعرفوا إنه the patient already has an infarct. It is established by symptoms. Don't need CT to diagnose it. بس نبى نعرف هذا ال patient عنده hemorrhage ولا ما عنده hemorrhage عشان نقدر نعطيه thrombolysis إذا ما في hemorrhage. طيب هذا parenchymal hemorrhage مع small surrounding بهزجين كديمة هنا سيفينا في الوات ماتر هذه كري ماتر هنا preserved. الهايبر دينسيتي ليش؟ لأنه الهيمريج is thick. تمام؟ والهيمريج thick هيكون في السي تي هايبر دينس. أي حاجة تكون density حقتها low الفلويد ذكرنا من قبل هيكون black. نفس الشيء الفات, الفات كمان حيكون إيش؟ بلاك. هنا air black, هنا تحت الجلد في فات subcutaneous fat أشوفه بلاك. MRI لا تشغل بالكم به كثير لأنه أنا ما أسأل في MRI, it is too advanced for you. بس هذه يعني this is a sequence called susceptibility or gradient susceptibility. زي كده بيكون شكل الهمرج في البداية surrounding كلها بتكون شيء اسمه low signal hypo intense و central iso intense signal. بس مع الوقت when the blood ages it becomes all dark. هنا CT examination نقارن الجهة اليمين هنا ال parenchyma it looks fine. الآن إحنا عندنا هذه جايراي الجراي ماتر هي الجايراي والصلصاي اللي هي الانفاجينيشنز بتوين الجايراي. هنا في هايبر دينسيتي بتوين الجراي ماتر. البيشن هذا عنده some sort of bleed في السيزف سبيسز اللي موجودة ما بين الجايراي. بين هذه موجودة اللي اسمها السبرقنود سبيس. البيشن هذا عنده سبرقنود هيمريج. هذه T2 sequence. هنا شايفين ما فيها any hyper intensity. So the area هنا is hyper intense corresponding to the hemorrhage down. طيب early signs of infarct
نقدر نشوفها في السي تي خصوصا بيش لما يجينا ببروكسيمال لارج فيسل اوكلوجن اولها الهايبر دنس ام سي اي هو ده ما اعطينا بيش لا كونتراست ولا شيء عملنا الاسكان الفيسل حقه الليفت ميدل سيريبرال ارتريز هايبر دنس لايك ذس البيشنت ده عنده ايش انفاركشن لانه عنده هايبرتنسيم سياده غالبا ثرومبس وات از ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت اعمل سي تي انجيوغرام سي تي انجيوغرام نعطي البيشنت لارج دوز كونتراست وايميديتلي وي سكان يا دوب ناخذ الدوز خلال 30 ثانيه وي ستارت سكانينج عشان نشوف الكونتراكت بيتحرك throughout all the vessels in the brain. البيشن ده again symmetry هنا اللينتيفورم نيوكليس صارت سودة زي الوايت ماتر شكلها هنا للساعة هايبر دنس هي أساسا جري ماتر اللينتيفورم نيوكليس ماتوا هنا في انفاركت في انفاركت بدأت طبعا الحاجات احنا نشوف ان انتاير ستات فلازم واحد يطالع كيرفولي انه هو ما حيجيك سنجل ايمج تو انتربريت حيجيك الهيد كله الحين حوريكم كيف نشوف هنا هذه الانسل الكورتكس يسموه انسل الريبن ساين قال الرايت سايد بالليف سايد الرايت سايد از سوالن ادمتس هايبو اتينيويتنج هنا الليف سايد لوكس لايك يعني ذا نورمال جراي ماتر عشان هذا عنده right sided infarct بدأت حتى لو نطالع هنا هذا يسموه frontal operculum وهذا temporal operculum كل واحد فيها looks hypogenuating طيب acute subacute chronic infarctions يعني you can know about it but it doesn't really make a big difference أهم شيء تعرف signs this is an acute infarct Large right MCA territory infarct. تمام. Very hypoginuatic. Left side. هنا. Large subacute infarct. Left MCA. Or left ACA. لأن كمان ACA is involved. السبacute. بناءة على. ليش تبع مثلا. صورنا البيشنت اليوم. بعدين جينا عملنا another image after. 3-4 days. خلاص صار subacute. Looks about the same. Usually في subacute stage الماس effect يكون إيش أقل مثلا هنا شوفوا في leftward midline shift البرين right side hemisphere رايح على الجهة الثانية lateral ventricles مقفل هنا أتحسن left lateral ventricle شوية فتح تمام ما في big shift to the right side ما في shift significant هذا غالبا subacute stage الchronic يكون مرة سوداء مرة ليش لأنها صارت زي المش خلاص it's a dead brain لو تجي تفعصه كده it's like مش ما في شيء ما في أي صلابة ما في أي كتلة ما في أي ماس it lost its density لأنه cells in these areas have died it looks like water, almost like water يعني. MRI. Always know no CT examination. في ال first 6-12 hours, usually حان يكون normal. بس you can detect an abnormality في ال MRI quickly. بس احنا ما نعمل MRI ليش؟ لأن MRI it takes a long time. We must get the patient prepped for MRI. CT لا، CT is quick. 30 ثانية تحط البيشنت على السكانر، عملت الاستدي تبعك وخلصت. Even a CTA, same thing, 5 minutes, well done. MRI ياخذ نص ساعة، ولازم يعني تعرف إنه البيشنت ما عنده metals. في الهيستوري تبعه ما هو مركب شيء incompatible with MRI فthey didn't do MRI يعني until the next day أو بعد 12 ساعة أو بعد 24 ساعة they different sequences
ذكرناها بريفلي من قبل T1 بلاك CSF T2 برايت CSF فلير زي T2 بس اللهم نثبط السيجنال تبع الووتر فلير فلويد اتينيويتينج ودي السيتي تبع العادي. في additional sequences DWI مهمة في الامراي عشان نشوف فيها restricted diffusion يكون الستروك برايت في DWI وهذه perfusion. perfusion ما اسمها يعني حتوريك ال perfusion of blood in the brain. هنا almost ما في perfusion, هنا في good perfusion في left side, معناته right side venous infarct. برضو الشيء ده advanced ما يحتاج تعرف عنه كثير. طيب هذا اللي تكلمنا عنه DWI sequence. البيشن هنا عنده large right MCA distribution infarct, هنا البيشن عنده برضو right MCA distribution infarct involving basal ganglia, right caudate head هنا, right lentiform nucleus هنا. MRA اللي هو الإمار أنجيوغرام برضو محتاج تعرف عنه شيء. أوريكم شوية عن الـ CT angiogram, أعتقد وريتكم في المرة الماضية. طيب أشياء كثيرة هنا معلش, هذه محاضرات قديمة وكان المفروض إني أشيلها لأنه هذه الأشياء كلها ما تهمكم. هذا مهم عشان نعرف مناطق الاستروك فين. نحن من قبل تكلمنا عن الـ anterior والـ middle والـ posterior cerebral artery distributions. الـ patient هذا عنده bilateral ACA infarct. الـ patient عنده هنا large left MCA territory infarct. الـ patient هنا عنده right PCA territory infarct. Works يعني very hypoattenuating فغالبا it's an old infarct. But defining the lesions, how big it is. هذا الشيء استخدمه neurologist. More than one third of the vascular cerebral territory is infarcted. يعني they benefit from thrombolytic therapy. I think they give it to everyone based على حاجة اسمها NIHSS score. As long as the patient is not hemorrhaging. هالكلام هذا حديث بسوء مع النورولوجيست. احنا هما تعرفوا شكل الانفاركت بس وانه لما نعمل السي تي اكزام يبقى نعرف فيه هيمريج ولا ما فيه هيمريج. هذا البيشنت عنده small left MCA infarct restricted diffusion DWR signal is high hypoattenuating area. هذه الجريدينت, الجريدينت البلد يكون فيها dark, فيها شوية blood مو مرة مبين في السي تي, معناته البيجن هذا عنده هيموراجيك ترانسفورميشن. الاسكيميك انفاركت صارت هيموراجيك بس عشان نعرف كيف شكل الهيموراج يبين احيانا في الام ار اي واحيانا ما يبين مرة في السي تي. طيب هذه بارت اوف ذا سي تي اكزام بس بنوري على الليفل اوف ذا ام سي اي. في الفلير في عندنا هنا high signal في الـ MCA distribution في الـ left side. في الـ DWI عندنا large left MCA territory infarct, شوية هنا bright في الـ T2 bright في الفلير. أهم حاجة في الـ MRI DWI, DWI هي اللي توري there is an acute infarct ولا ما في. صح الدفرة الثانية بتفيدك بس انتو ما تهمكم السيكونسز دي. طيب تقريبا هذه كانت كل المحاضرة. أنا أخليكم actual cases نحن بنشوفها عشان نحدد an infarct
هذه actual case تمام CT examination زي كده يجينا في المستشفى patient suffered weakness I'm scrolling through the case البيشنت ايش عنده ايش عنده ده البيشنت اي واحد ما حد عارف ايش ده infarction in the basal neck احنا قلنا infarction يكون hypotenuating مره يكون dark عشان هذا عنده large bright area ايش دي هيموريج بالضبط البيشنت ده عنده هيموريج فين البيشنت ده البيمرج ده في الرايت بيزل جانجليا فين في الرايت بيزل جانجليا it involves اللي هو posterior limb of right internal capsule و it involves the thalamus so it mostly involves the thalamus في الرايت سايد فهنقول this is primarily thalamic hemorrhage حتى كده نشوفها كده في الكرونو البيشن عنده moderate sized right thalamic hemorrhage with intraventricular extension throughout the right lateral ventricle minimal extension to the left lateral ventricle at the level of Freeman Monroe minimal extension of blood products into the cerebral aqueduct هنا بعدين into the fourth ventricle هنا طبعا البيشنت الventricle تبعه بدأت تكبر ايش هنا في blood في cerebral aqueduct بدأت تقفل تمام شوفوا هنا هذا هو The patient is developing hydrocephalus. هذه الأشياء يحتاج يعرف عنها النيوروسيرجن عشان بعد كده they can decide if they need to shunt this patient. عشان الوار على hydrocephalus does not worsen. And what happens here? يحطوا له ventriculostomy أو ventricular shunt catheter عشان إيش؟ They decompress hydrocephalus and they can يعني remove some of that blood product. Blood products through it. The another case. إيش شايفين هنا؟ هذه axial image. Look for symmetries زي ما قلنا. عدل الويندوينج ها وضحت ولا لسه ما يوضح فاكشن فين right side the left side تبع side تبع البيشنت بالضبط عشان هذا الانفاركت في الليفت سايد هذه غالبا في اللي هي posterior aspect of the middle cerebral artery هنا حيكون البي سي اي هنا لسه هذا كله لسه ليفت ام سي اي عشان هذا عنده انفاركت ليش؟ لأنه gray matter and white matter both are involved. في additional small infarct هنا موجودة. هذا يسموه اللي هو pre-central gyrus. ده central sulcus المفروض. get oriented. ده post-central gyrus هنا. فالبيشن هذا عنده انفاركت كمان هنا صغيرة لسه عدوبة developing and then we comment على the rest of the brain parenchyma وبنقول انه there is no evidence of hemorrhagic transformation by CT examination بس ممكن يعمل MRI and they can see يعني small hemorrhagic transformation could be طيب البيشن ده أعمل سكرول طالع كده كويس والأولي
نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال دكتور باي لاترال. اروح تقول نورمال. الكل يتفق the normal patient. كورونا فيو اللي انا قلنا لكم عنه، واقف قدام البيشنت وبطالع في دماغه من قدام لورا. دكتور حجم الفنتريكلز كده طبيعي؟ حجم الفنتريكلز طبيعي. دكتور البيشنت لما يكون كبير في السن، لما يكبر في السن يصير عنده شوية فوليوم لاس، الفنتريكلز تبعه شوية تتمدد، شايفين ما في تناسب عندهم فلو يعني. البيشنت ما عنده هذا بس. دكتور في حاجة بيضة في اللاترال فنتريكلز، هذه طبيعية؟ عادي. ايوه هذه قلنا عنها من قبل، هذه ايش هي؟ كل الناس عندهم جزمه. كلاسيفيكيشن في الكاراتيد بالضبط. كلاسيفيكيشن في الكاراتيد بلكسس كل الناس عندهم. لو يعمل لكم انتم كلكم سكان 99% يمكن كلهم عندهم ده الشيء. وهذه ايش؟ كلاسيفيكيشن اوف ذا بانيال جلاند. كلنا عندنا في ذا العمر غالبا كلنا عندنا اللي هو يعني فوق 20. طيب قلت نورمال. طيب جينا نعمل MRI. هذه DWI. DWI signal هذه يعني hyper intense signal. ال bright areas هذه كلها تكون في DWI إيش؟ infarct. إيش أنت عنده large infarct fan في BCA distribution. هذه كلها BCA هنا عنده infarction في almost the entire brainstem, almost the entire cerebellum. طيب دكتور CT ما كان فيه شيء. CT كان فيه له early signs. فين؟ حنوريكم. فين ده؟ ايوه. هذا ايش؟ مين عايش هنا؟ في فيسل معدي هنا قدام برينستيم كبير. البازلر فيه له هايبر دنسيتي. ايش يعني هايبر دنسيتي؟ ايش في لها يعني؟ في اسكيم يعني او يعني في له ثرومبس. ايوه زي ما قلنا هايبر دنسيتي MCI احيانا يكون هنا. حتى البازلر يكون فيه له هايبر دنسيتي. باش هنا كان عنده هايبر دنس بازلر ارتري. بازلر ارتري يعطي سبلاي بلاد سبلاي لمين؟ البوستيريو سيريبال ارتريز، الانتيريو انفيريو سيريبلر ارتري وللسوبيريو سيريبلر ارتري اون بوث سايدز. عشان كده ما تقفل البازلر، كل شيء تاني تقفل. طب يا دكتور فعلا انفاكت احنا ما عشان هنا شايفين دي العالية هنا الصغيرة دي هذول كانوا early infarcts لسه. شوفوها هنا في left side وهنا في right side. هادي طبعا لا يعني شو اسمه يعني شيلام ترى هذه يعني it was read by a neuroradiologist as normal. it happens. زي كده الواحد يكون just scrolling through quickly بيطالع بسرعة ما في شيء في الـ MCI distribution، ما في large infarct هنا ولا هنا. and then they just يعني
scroll quickly ما ينتبه للPCI distribution ما ينتبه للبازلر they just call it normal it happens unfortunately هنا البشر كان عندهم قفل البازلر كله مو بس البازلر حتى البرت في الليف سايد هذا إمار أنجيوغرام actually البرتيبراتي هنا كمان قفل الرايت سايد هنا مقفل الليف سايد هنا مقفل هذا بازلر كان هنا معدي برضو مقفل أنا أوريكم واحدة تانية إذا في هذا كان إمار أنجيوغرام في ذلك ما ندري فين الحد عموما هذه الدي دبليو زي ما قلنا شايفين فيها الانفاركت قديش كبرى طيب البيشنت ده ايش عنده ده البيشنت دي بوست كونتراست تمام ندينا البيشن صبغة عشان كده الصبغة موجودة في كل الفيسلز ايش عنده البيشن ده ايش تقول؟ بس كم لك انفاركت تقول اي كان موجودة ولو تثبت تقدر احدد دكتور بس انه تحرك اي عشان اوريك الاكستند بس طيب نثبت هنا كبيرة صح؟ It's very huge. نعم. إيش involved؟ ثالمس، ثالمس، تمام. Occipital lobe، occipital lobe. Brain stem، هنا cerebral peduncle، midbrain، bonds، medulla، cerebellum، كلها involved. نفس الحالة اللي كانت السابقة اللي دوب وريتكم. So no, this is, I think, was a different patient. Then, بعد كده إيش حصل؟ شوف another image. عملنا له follow up. الحين إيش شايفين؟ ما احنا شايفين شيء صح؟ شايفين هنا كيف كنا نقدر نشوف شوية جراي ماتر تمام؟ ونقدر نشوف وايت ماتر فهذا يسموه جراي وايت ماتر ديفرنشيشن لو جيت قلت لك حدد لي جراي وايت ماتر وايت ماتر هنا تقدر؟ لا استل صاي حقته كلها مقفلة فالبيشن هذا عنده ايش شيء يسموه ديفيوز سيريبرال ديما لما صارنا ديفيوز سيريبرال ديما في البرين ايش يعني اقول لك والله البيشن تنفس وكل شيء طبيعي علامات حيوية طبيعية بس ياز ديفيوز سيريبرال ديما ها شوف عملنا سي تي اي تمام هذا سي تي انجيوغرام حلو هذه هنا كامون كاروتيد ارتري في الرايت سايد كامون كاروتيد ارتري في الليف سايد
انفصلوا عن بعض صاروا external و internal carotid arteries. هنا internal carotid artery وهنا left side تمام مكملين مكملين. هذا بدأ خلاص اختفي, هذا لسه شوية مكمل, هذا اختفى تماما شوية مكمل, هنا خلاص اختفى. هلو ما في شيء ما في شيء طالعين. هذه بيترس سيجمنت, هذه هنا لاسيرم, هذه هنا كافيرنس, ما في ولا شيء داخل البرين, ما في بلاد سبلاي. ترومبوسيس غير ترومبوز, انا اقول لك البرين كله ما فيه له بلاد سبلاي. ايش يعني ميت الشخص؟ بالضبط, this is brain death. كيف شكل brain death؟ This is it. This patient is brain dead. ليش هذا مسكين كان عنده unfortunately large infarct, ليش حصل له brain death؟ حد يعرف ليش ممكن يكون حصل له brain death؟ قلل blood supply للبرين. يعني هذا بس التيبيكال ثوت, لكن في الأساس لو الواحد he develops brain death بسبب إيش؟ البرين ستيم حقته ماتت. هنا البرين ستيم حق ده الراجل كلها infarcted, ما في برين ستيم. Once your brain stem is dead خلاص it's done. انت مو you can infarct entire cerebral hemisphere بس patient could live. You can infarct entire cerebellum, but the patient still can live. Like if you infarct entire brainstem, patient will be dead. And the patient can خلاص. Oh, midbrain, infarcted. Pons, infarcted. Medulla oblongata, infarcted. Transtentorial herniation هنا. المدولة والبرينستيم كلها مضغوطة في بعض. Swollen. That's it. Patient is done, unfortunately. So this was a case of brain death after an infarct. طيب هذه MRI, بلاش أوريكم MRI حسن أوريكم CT. مرة مرة عندي حالات جدا 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 كثير من infarcts والhemorrhage, because كل يوم أشوف 10 يمكن 15. هنا البيشنت فعلا عنده انفاركت. في الليفت سايد, ليفت سايد بالضبط, ليفت ام سي اي ديستريبيوشن هنا في الانسولار كورتكس, وبعدين هنا في الليفت فرونت اوبريتال ريجن. او اذا تقريبا جينا شفنا ده حيكون اللوكيشن اوف ذا سوبير فرونت والجارس. تأكد نعم معلش حيكون ميدل, يس ميدل تو انفيريور فرونت والجارس ليفت سايد. ها رايت سايد فاين, ليفت سايد اب نورمال. هذه دي دبليو اي سيكونس فين انفاركت هنا. Right side. إيش الديستريبيوشن ده؟ هذا MCA ولا PCA ولا ACA؟ مضبوط PCA. الانفاركت هنا فين؟ Right side. إيش الديستريبيوشن؟ MCA. أحسن. في هايبر دنسيتي هنا في الكورتكس أو في الجارس, هذه يسموها كورتيكال لاملار نيكروسيس. هذه الانفاركت ما هي أكيوت لأنه ما في ماس إفكت, ما في ليفتورد ميد لاين شيفت. هذه الانفاركت سب أكيوت تو كرونيك. ففي السب أكيوت تو كرونيك ستيج they develop حاجة اسمها cortical lamina necrosis في الكورتيكس, بيكون hyperdense شكل الايش شكل الجارس أو شكل الكورتيكس نفسه. يعني that's something to know about.
هنا فعلا الانفاركت. ليفت سايد. اه ليفت سايد. طب الرايت سايد ماله كويس؟ ديفيوزد يعني كلهم. بالضبط كلهم، كل البرين هنا انفاركتد كله، ACA MCA BCA ما بقى شيء، يعني يمكن شوية هنا في BCA في شوية بواقي لكن انتهى البرين انفاركت. البيشن هذا is living يعني sub retardation بس is living fine cerebellum fine brain stem yeah you could live even if you infarct the entire brain. تمام بس هنا ال infarct كمان is not new, this is an old infarct خلاص there is already volume lost in the entire brain. ال infarct يعني almost watery like a CSF. جيت تمسك البرين هنا it will disintegrate في يدك لأن it's like mush. It's a massive infarct. ده البيشن اللي عنده هنا هيمريج. بالضبط فعلا هيمريج موجود the right side. Right side بس left side هنا ما في شيء. Diffuse to the left side. Vision هذا عنده diffuse intraventricular hemorrhage involving the entire ventricular system. Lateral ventricles via hemorrhage, third ventricle via hemorrhage, cerebral aqueduct via hemorrhage, fourth ventricle via hemorrhage, foramen Luschka via hemorrhage. So diffuse intraventricular hemorrhage. The CTA exam. The patient's طبغة. بدنا نشوف ال بدنا نشوف ال الكونتراست يتحرك في الفيسلز. Right common, left common. بعدين صاروا internal واexternal. Internal وinternal. كملوا كملوا داخلين داخلين طالعين على البرين. هذا خلاص بدأ إيش يفقد الصبغة هنا. شايفين بعدها هذا شوية hyperdense هذا بس. فاقد للصبغة هذا لا زالت فيه صبغة. left side هنا في blood vessel هنا ما في blood vessel. يعني left side في blood vessels right side هنا ما في blood vessels صح؟ شايفين blood vessels دي صغيرة هنا موجودة هنا غير موجودة. بيش انداش عنده إيش عنده لما يبدأ يختفي البلاد فيسل؟ إيش يعني يكون فيه له؟ إيش صار في الدم؟ إيش في جوته؟ حتى إنه الصبغة ما بتعدي. ثرومبوسيس. صار في ثرومبوسيس. بيش هذا عنده right internal carotid artery thrombosis starting from the distal right ICA cervical segment involving the entirety of the right ICA tract to the level of the right MCA. هنا في reconstitution للليفت معلش للرايت anterior cerebral artery. ليش؟ لأنه في عندنا شيء اسمه anterior communicating artery. anterior communicating artery يربط الاثنين anterior cerebral arteries مع بعض right and left side. فالanterior cerebral artery هنا مكمل كويس. You don't know about this برضو. أعتقد كافي كده وريتكم أشياء كفاية. عموما شايفين كيف الراديولوجي is very interesting ولا you don't find it interesting ولا أشياء زي كده. We deal with it أشياء صغيرة. You deal primarily مع diagnoses. You become a diagnostician. And believe me, يعني sometimes الحاجات صغيرة جدا and you have a huge stack of cases to go through. Even as a radiologist, يعني you miss stuff. يعني أدوب الأسبوع الماضي كنت بقرأ CTA
وكان في السي تي اي في اوكلوجن، انا سيد انها سيد اتس نورمال. بعدين دق علي حق النيور حق الطوارئ، قال لي متأكد انا شايف في اوكلوجن؟ قلت له طب استنى خليني اجي طالع. طالع ام سي اي ما في شيء، انتكرودز ما في شيء. طلع انه فعلا اوكلوجن في السوبيريور ديفيجن ليفت ام 2 ام سي اي ميدا سريبراتي في 3 برانشز. اول شيء بروكسيمال ام 1، ام 1 انقسم الى اثنين يصيروا انفيريور سوبيريور ديفيجنز، بعدين مع يسموهم ام 2، بعدين ام 2 يكملوا از ام 3. فالبيشن هذا كان كده سمول اوكلوجن في الام 2. اذا الواحد حاله يعطيك كده يستعجل ما يطالع كويس مره، وبعدين يعني يكون فيري بيزي with other cases easily you can miss stuff. يعني هنا دور الايش، دور الانسيلري ستاف والكوليكس تبعك، انه we are all يعني all of us are يعني working to help the patient، سواء هو شافها ولا انا شفتها. يعني good we can يعني get the patient managed. بس يعني would have that affected the patient؟ لا، لانه في الستروكس يا اما احنا نشوف لارج فيسل اوكلوجن عشان نحدد ايش كان جو فور ثرومبكتومي اور نو. لارج فيسل اوكلوجن لازم يكون عندنا الثرومبس موجود اما في الاي سي اي او في الام 1 ام سي اي او في بروكسيمال ام 2 ام سي او ام سي اي. اذا كانت ابعد من كده there's nothing we can do، اعطي الثرومبولايسيس وخلاص. بس يعني radiology is interesting and it has يعني you can see almost everything. يعني الأشياء اللي بوريكم هي ترى infarct تشكل 5% من عملي أنا بس، 90% الثاني بشوف يعني MRs and CTs for other causes, other stuff, hemorrhage, masses, amnesia, altered mental status, toxic encephalopathy, metabolic encephalopathy, heroin induced encephalopathy, junkies. طبعاً I'm seeing CT MRI، بعدين غير كده بشوف لسه neck, chest, abdomen, pelvis، أشياء كثير فيها. Okay. We're done. Questions. دكتور. نعم. عندي سؤال إذا ممكن. ما هو يعني إيش السيستم اللي تمشي عليه يا دكتور عشان نشوف البرين سكانز؟ يعني مثلاً في X-ray chest. مثلا نمشي على سيستم معين إن هو مثلا نشوف الريبز أول ثم نشوف الفيرتيبرال كولوم بعدين نشوف اللونج، يعني سيستم معين نمشي عليه عشان ما يضيع شيء. فبالنسبة للبرين سكانز كل واحد when you go into residency كل واحد they develop their own system. ما في كده سيستم واضح حتى في الإكسريز. في الشيست إكسريز يمكن أنتوا تعلمتوا A B C من بعض الستاف، أنا ما أعتمدها ما تعجبني. أنا خلاص حافظ السيستم تبعي أنا اللي تعلمته في الريزيدنسي. أبي أطالع في الإكس راي لونج فوليومز نورمال سيمتريك ميديستان ستراكشرز الميد لاين كاردياك سيرفيت برمي باسكت ديستريبيوشن اوف ذا نورمال ليميتس نو ديسبيسد فراكتشرز نو بلورال فيوجن نيو ثوراكس نيو بريتونيوم. هذا السيستم تبعي أنا كده حافظه. في السي تي هيد نفس الشيء فنتريكلز نورمال ان سايز نو ديسوف لارج باسكت ديوتوري انفاركت هيموريج ديما برانكيومال ماس نو اكسترا اكزي بلاد فلويد كولكشنز نو ميد لاين شيفت ماس افكت Calvarium is intact. Paranasal sinuses and mastoid cells are clear. No extra calvarial soft tissue swelling. Orbits are unremarkable. خلاص كده أنا حافظها. فلما نجي طالع في CT الحفظ تبعي أمشي. ليش؟ لأنه يسهل علي الديكتيشن. لما نعمل ديكتيشن في الريبورت أنا بتكلم. I want يعني to say things the way I learned. خلاص إنه it's easier for me. أقدر أعمل ديكتيشن وأنا بمشي. مثلا زي كده في دي الحالة أجي أقول verticals are normal in size for age without evidence of hydrocephalus marginalized cerebral volume loss there is evidence of acute infarcts involving the bilateral thalami right more than left there is involvement of the cerebral peduncles entire midbrain entire pons superior aspect of the medulla oblongata bilateral cerebellar hemispheres left more than right there is involvement of the splenium of corpus callosum on both sides relatively symmetric involvement of the occipital lobe is seen nearly completely slightly more right-sided than left-sided and then there is no evidence of hemorrhagic transformation or gradient susceptibility imaging and then بعد كده اكمل بقية التقرير تبعي. No evidence of intraparenchymal hemorrhage, no evidence of intraparenchymal mass, no extraxial muscle fluid collections, no midline shift, so there's fluid in the paranasal sinuses الى اخره.
يعني خلاص السيستم هذا يعني زي زي فكل واحد يعني when you go to residency you develop your own system. أي سؤال تاني؟ مش هالشيء بعد. كافي بشر من عند هاي الرحمة. أنت في معه. أنا